بمشاركة واسعة من كافة الفعاليات أقيم احتفال كبير في مدينتي نبلة والزهراء بريف حلب. تضمن الحفل زفاف أكثر من 30 شابا جلهم من عناصر الجيش العربي السوري من عدة مناطق. تيمنا بانتصارات الجيش العربي السوري والانتصارات اللي حققها الوطن، نكفي مسيرة المحبة والسلام، أنه نعمل عرسنا أنا و30 أخ من إخواني العساكر ونعمل فرحنا مع بعض حتى يعم السلام والفرح، ونوجه رسالة أنه الجيش العربي السوري هو بيوجه رسالة الفرح والسلام والأمان. جيت على نبل حتى احتفل بزواجي مع الشباب الموجودين هون، أنا من طرطوس وشباب في من هون من حلب، في من إدلب، في من كافة المحافظات السورية، جينا نحتفل كلياتنا سوا. الكلمات ضمن الاحتفال أكدت على الاستمرار في طريق الدفاع عن الوطن والتأكيد على أن الشعب السوري كان وسيبقى شعبا محبا للحياة. طبعا رسالتنا من هذه الاحتفالية أن الشعب السوري هو شعب واحد، رسالة محبة، رسالة وفاء، رسالة معاهدة على متابعة الدرب. نحن في هذه خسيفساء في هذا الوطن الواحد، أبناء أمة واحدة وأبناء وطن واحد، نسأل الله أن يعيد الأمن والأمان إلى سوريا وأهلها إن شاء الله. ويأتي هذا الحفل تزامنا مع المناسبات الوطنية التي تمر على بلدنا وتعبيرا عن الالتفاف حول الأهداف الوطنية. للإخبارية السورية مصطفى كوسى، ريف حلب.